ينطلق الأهلي بمشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة نظيره الدحيل القطري مساء اليوم الخميس، وتنطلق مباراة الأهلي والدحيل اليوم في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. 8:30 مساء بتوقيت السعودية وقطر في الدور الثاني من منافسات مونديال الأندية. وتأهل الأهلي إلى مونديال الأندية بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على الزمالك في المباراة النهائية بهدف مقابل هدف. أما عن معلقي مباراة الأهلي والدحيل القطري اليوم، حيث يقوم المعلق الرياضي حفيظ دراجي بالتعليق على مباراة الأهلي والدحيل القطري عبر قناتي بين سبورت HD1 وبين سبورت HD المفتوحة، فيما يقوم المعلق الرياضي خليل البلوشي بالتعليق على مباراة الأهلي والدحيل القطري عبر قناة الكأس 3 HD. ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي والدحيل أمام بايرن ميونخ ضمن منافسات دور قبل النهائي من مونديال الأندية. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.